اللزق السحري ده، اللزق ده من كتر ما هتشوف اعلاناته اقوى لزق في مصر، مفيش لزق زيه، وهيلزق اي حاجه ويجيبوا لك برميل ميه كبير وفي ميه كده نازله منه اللي هي ميه خلاص، ده برميل بايظ، مجرد ما يلزقوا عليها اللزق ده وقف الميه وما يبقاش فيه نقطه ميه نزلت. وعلى كده حاجات كتير بقى. مره كان عندي مشكله في السباكه بتاعه المطبخ، وجبت السباك بيعمل لي الواسطه اللي تحت الحوض. المهم قال لي ما عندكيش لزق قوي علشان الفه على المواسير. فطبعا قلت له طبعا عندي، ده انا عندي اقوى لزق في مصر، ده هوريك حاجه انت مش هتشوفها وهتقعد تسال انت جايباها منين. المهم جبت له اللزق ده، طبعا شكله غريب. فالمهم هو فتحه كده يقعد يلزق في ايديكوا ويلزق في اي حاجه، هو ده اخره، هو مش هيلزق حاجه غير يلزق في ايديا. عايزه اقول لكم كميه تلزيق غير طبيعيه، شوفوا كميه التلزيق اللي انا مستحملاها عشان اوريه لكم. يعني انا اصلا قلت خلاص، انا كنت جايبه منه اتنين، وبعد اللي عملته معايا الاولى دي قلت خلاص، بس انا قلت لازم اوريكم شكله يعني قبل ما ايه ما استخدمه على طول عشان تشوفوا شكل العلبه. ده بعد ما فتحتها الحمد لله وقعدت احاول فيها شويه حلوين، والورق كل حاجه فيه بيلزق، والله كل حاجه فيه بيلزق الا هو ما بيلزقش. وبعد محاولات عديده، وطبعا انا عماله اقول كل ده يعني مش مهم، المهم ان اللزق ايه يلزق، ده يبقى فعلا قوي جدا انه بيعمل كده، يعني ده اكيد لزق بقى ايه، ده هيتحط على اي حاجه خلاص. وفعلا اديته اللزق ده، وانا فخوره ان الحاجه اللي انا جايباها، وانك مش هتلاقي عند اي حد اصلا هيديك اللزق ده. نعتبر مثلا دي ماسوره الميه اللي انا محتاجاه يلزق عليها اللزق القوي ده. هو مثلا مسك اللزق وعمله كده كده، وقعد يلف يلف، وهو بيلف لقى نفسه بيلف على الفاضي، اللي هو مفيش حاجه بتلف، فافتكر ان هو عمل حاجه غلط، فكها تاني وقام حطها بالناحيه التانيه وحطها هنا. والمهم ان هو في كل مره يجي يلف كده يلاقي اللزق من كتر ما هو قوي ما بيلزقش. يعني بصوا عامل ازاي، ده اقوى لزق في مصر، اللي هو بيلزق اي حاجه لاي ماسوره ما يخليش نزل نقطه ميه. انا نفسي اعرف اللزق ده بيعمل ايه، انه بيلزق في الايد انا مش عارفه. فساعتها قال لي اتفضلي يا مدام اللزق ده، شكرا يعني، انا يا ريت بس اديني اي شريط لحام، انا مش محتاج غير شريط لحام. فطبعا انا ساعتها سكت وما اتكلمتش، وقلت انا مش هقول حاجه من عندي وهجيبه له وانا ساكته. بس طبعا ساعتها عرفت ان اللزق ده ملوش اي لازمه، وانا كنت عنايه الشديد القوي، وبقول بقى ده انا مش هستخدمه غير لو حاجه يعني زي كده ماسوره ميه ولا حاجه وانا بعملها. فاستشفت ان اللزق ده ما بيعملش اي حاجه، ما بيلزقش اي حاجه غير ان هو بيلزق بس في اليد. ده اخر.